هاي، عدد كبير من الدول لجأت لقطع الإنترنت وحجب تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بال 2019 لأسباب سياسية مختلفة مثل التأثير على الاحتجاجات الشعبية وأمع المعارضين. آخر الدول كانت الهند يلي شهدت مظاهرات مناهضة لقانون الجنسية بعدد من الولايات. إيران كانت كمان من أبرز الدول يلي قطعت الإنترنت بشكل شبه تام ليصير معظم السكان معزولين عن العالم الخارجي خلال الاحتجاجات الأخيرة. جزائر عمدت كمان لقطع الإنترنت بشباط الماضي بعد اندلاع المظاهرات الشعبية المطالبة بالإطاحة بنظام بوتفليقة تماماً مثل السودان والعراق بعد المطالبة بالإصلاحات بالدولة. السلطات الإثيوبية حجبت الإنترنت لتجنب تسريب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي. مين قال إنه الاتصال بالإنترنت حق من حقوق الإنسان والتشويش والإغلاء المتعمد له انتهاك لهالحق بحسب الأمم المتحدة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.